كاب اف ام الكلمة ليك كود جول كود تيت اعطيني راس كود بوان كود كور. نهاركم زين، مرحبا بكم من جديد. 48 على كابا فايم، كنا نسمع في أتذكرك وفي كل نهار نذكر شهداء الوطن على يرحم كافة شهدائنا، من شكري بالعيد محمد البراهمي، اللطفي نقذ، السقرات الشيرني، لكافة جدودنا البواسل وكافة كيف أعوان الأمن اللي استشهدوا واللي دمائهم شات فداء هذا الوطن العزيز. نبدأ بالشروق وين نقرأ ملف كامل في صفحة 10 و11 و13. بعد تصفية خلية رواد الإرهابية ربحنا معركة والحرب متواصلة، ونقرأ بأنه هل نقرأ برشة تساؤلات، هل نحن جاهزون لمواجهة الإرهاب؟ بداية اجتثاث الإرهاب بدينا ولا مازلنا ما بديناش؟ ويعني خلينا نقوله هالملف هذا الكليكا يحكي بالأساس على عملية رواد، وبرشة تشكيكات ولات في عملية رواد على جيت قبل أيامات من ذكر الأولى من اغتيال الشهيد شكري بالعيد، وهل مات القذقاذي ولا لا، ولماذا قتل القذقاذي، وبرشة تساؤلات طرحت. وشفنا حتى معناها البارح سي محمد علي العروي في نسمة قال يزينا من التفسيرات الزايدة، على خاطر اليوم ما نجموش ننكروا الجهد الكبير اللي قاموا به قوات الأمن، وقال بأنه احنا رانا ما قلناش يعني حللنا الحامض الجيني لديان، قلنا باللومبخانت. اللومبخانت هي اللي أفتت بأنه القذقاذي كمال القذقاذي هو اللي تم قتله خلال العملية. أي ثمة تساؤلات عديدة، لأنه في العملية هذه ما يعطيوش كل شيء هم الأمن والكوميونيكاسيون ديجا ماهيش الفور متاعنا، وإحنا معناها معطيات جديدة، مواجهات في قلب المدن وإعلام موجود وناس تصور في طلق متبادل لمدة 20 ساعة على الأقل، يعني تعطي تساؤلات عديدة، وكذلك قتل القذقاذي وسبعة معهم شدوا حتى واحد حي منهم وقت اللي قبل قالوا قاعدين يتفاوضوا معهم وغيرهم، بعد يقولوا حاب يخرجوا بأحد من الناس، وقبل الاغتيال ذكر اغتيال شكري بالعيد بنهارين يطرح تساؤلات مشروعة كده تشوف، لأنه الأمن يعطيش كل شيء. طيب الأمن ما حكيش على شيء الأسحاق كل يلقاها، ما حكيش على البورتابلوات كان موجودة، على الزورديناتور كان موجودين وغيرهم، دونك نتمناو أنه تقع ديليجنس في هذه التساؤلات مشروعة. احنا خسرنا ربحنا معركة، أما ربحنا الحرب ولا الحرب ما زلنا ما ربحناهاش، لأنه مازال هذا طرح في معركة، خلينا نقولوا طرح حاسم مهم، لكن مازال وهما قاعدين يتوعدوا الاخرين، وكذلك الاطراف اللي قاعده تسند فيهم، لانه هذا مرتبطين كذلك بامميه كامله ارهابيه وبدول اجنبيه داخله على الخط، والتمويلات كذلك مشبوهه وبغيطاء كذلك فكري وسياسي وايديولوجي زاد مشبوه حتى على مستوى الداخل. دونك هنا التساؤلات المشروعه، حتى حد ما ينجم يلزم بحد شيء، الحاجه الوحيده اللي نجموا بها وانه تحيه قوات الامنيه نتاعنا اللي هي تشكل اخر درع بيننا وبين الارهاب، واخر حاجز بين المجتمع التونسي والارهاب بكافة تشكيلاتها من امن وجيش وفرق مختصه وحرس وغيره، هذا اكيد ما حتى حد ما يشك فيه. يبقى كذلك ثمك عديد التساؤلات بوكو دو زوندومبر، تعرف انت بعد عام نقتل شكري بالعيد الان ما عندناش حقائق، ما نجموش نعرفوا موقف حتى محاكمه ولا غيره، تساؤلات مشروعه، وبالتالي وسائل الاعلام باش تطرح هذه التساؤلات وتطرح كذلك اراء نتاع عديد الخبراء، خاصه وانه من عام 2016 وبعد اغتيال شكري بالعيد كتيبه الموت ولات في حياتنا موجوده، تحوس معنا ليسكادرون دو لا مور، وعنده تسهيلات عديده ليسكادرون دو لا مور، وعنده كذلك دي كومبليسيتي كبيره، لأن هي بوكو دو كومبليسيتي موجودة في الأجهزة، في كذلك المنظومة، في كذلك ما بين الظفرين قيادات سياسية، ثم ناس قاعدة في كاراس دو لونسون دو بوال يحبوا معناها يركبوا على ولا يحبوا يستقطبوا العباد هذوما اللي أنا بهت من إيمان الطريق اللي صرحت وقالت بأنه ند بعملية رواد. والله لهنا يا سفيان أنت ديما تعطينا الإكزومبل الغوص، معناها تقول وقتها إش قال بوتين؟ بوتين وقت جاء عام 99 ولقى معناها الاحداث هذيك قال يفو لي بوتي ميم دون لي شوت، معناها نقتلهم حتى هما حاجه تصنف في الميحاض، لانه اما بوتين ماهوش بوتين رجل عظيم، دونك لهنا فما انتيغي، فما معناها فما انتيغي ناسيونال، فما بلاد في خطر من خطر الارهاب، هذاك علاش لازمنا الناس كلها كانت توحد ويزينا من هالباب المزايدات نتاع معناها منظمه حريه وانصاف نحترموها على كل حال، اما ذا بينا رانا سمعنا اصواتها وقت اللي بالحق الانسان تم انتهاكها. لهنا مساله وقت اللي تقتل سقراط وما كانش في يوم عمل
وعيطوا له من بعد تقتل وتضرب بقنص من طرف الهبين. ما تكلمتش. ما تكلموش ياسر عباد. وقت اللي كذلك ثم محاولات نتاع قتل نتاع اعلاميين وسياسيين وغيرهم مشاو لديارهم وطوروهم. وقت اللي حياتنا تشقعبت كومبليتمون، وينهم الناس هذوما؟ ثم ناس يشيطنوا. ثم ناس يشيطنوا. ذبحوا ذبحوا في سيدي رمضان في المغرب. ذبحوا جنودنا بواسطة. يعني ولا بنت شافها. ما نعملوش دو بوا دو ميزور. الجنود وغيره هما فوق راس والعين. عمليات هذه الدولة تدافع على روحها، لا تسامح مع الإرهاب ولا غطاء لا فكري لا ايديولوجي لا حد شيء للإرهاب، للناس الكل لا إيمان أفريقي ولا غيرها، لأنه ثم سياسيين يلعبوا بالنار. أنت تشوف سي مصطفى بن جعفر يقول لك يا أخي احنا جبنا الإرهاب، لا الإرهاب جاء مع حكومة الترويكا ومع التسهيلات ومع كذلك شيوخ بول البعير اللي جاونا واستقبلناهم وحلينا لهم الغرف الشرفية نتاع المطارات اللي كان يدخلها عبد الناصر وصدام حسين والسيودة، حليناها معناها الأشباه أشخاص وجاوا وقالوا باش نسكروا البلدين في تونس وتونس أرض جهاد وقاعدين يتفرجوا فيهم الصورات الأمنية والمنظومة القضائية تتفرج والمنظومة الأمنية تتفرج والسياسيين يستقبلوا فيهم معناها في الدهاليز المهضلة. سامحني يفودير لي فيريتي يفودير لي فيريتي. هاي توا وقت البيب، هاي ناخذوا البيب ونرجعوا نواصلوش كي تبدلنا الصحافة التونسية اليوم. نهاركم زين، نهاركم فلو ياسمين، مرحبا بكم جديد في كابوتشينو. نكملوا سفيان مع الصباح في صفحة 4 نقراو. أنا شفت دو نتاع دو زارتيكل حدا بعضهم، واحد في بيجا واحد في جندوبة. تكتب جنازة الشهيد عاطف الجبري، ألف مواطنين والأمنيين يشاركون في تضييع الفقيد، والمرزوقي يحضر الوكب وحضر الوكب كيف كيف. سيد رضا صفر الوزير المكلف لدى وزير الداخلية. وشفنا البارح بأنه كانت جنازة خلينا نقولوا حزينة وكئيبة، وهذا شهيد جديد، هذا ولد آخر، ولد يعني أحد أبناء تونس اللي سقط، واللي هو الآخر دقيقة هو يدافع على حرمة هذا الوطن. الله يرحمه وينعمه. أنا كنت ننتظر الرئيس يمشي للدارهم اللي قريبة 200 متر، وأنه زاد بعض الكياسات ما يقعش تعبيدها وتحضيرها كان قبل ما يحضر الرئيس بهنيهات معناها أو بسويعات قليلة، لكن المساج فور اللي لازم يمشي هو هذاك، وأنه إيش قاعد تقول في بيت قام بالواجب وحتى ما هز بالبالة وتفرغ وعمل تراب. احنا شوف يلزمنا شوف بالنسبة لهذا احنا قلنا احنا في معركة، والمعركة يلزمها قيادات. يلزمها قيادات. احنا في معركة ضد الإرهاب، والإرهاب يحب يقوض أسس المجتمع التونسي والدولة التونسية. عنده مشكلة مع الشعب وعنده مشكلة مع الدولة، وهو تعريف الدولة القانوني هي الشعب والسلطة قائمة ومساحة جغرافية. عنده مشكلة مع المساحة الجغرافية يحب يفتوها، عنده مشكلة كذلك مع الشعب التونسي يحب يغيره وتبايعه، عنده مشكلة مع الدولة التونسية اللي عندها أكثر من 200 سنة موجودة الدولة العصرية منذ الدولة الحسينية يحبوا يكسروها، على الأقل منذ حمودة باشا دولة مرتكزة ومعناها عندها مدونة وعندها قوانين وعندها أشخاص وعندها فكر وديولوجيا وعندها كذلك منهاج في الإسلام الثاني يحب يقضي عليه. إسلامنا وهويتنا ودولتنا وشعبنا ووحدتنا الترابية الكلهم الآن محل يحبوا يعملوا يمار. قال كلام يمار تنستنوا بداوا بشعام بعد مشيوا الجنوب وعندتك معك ولا يمشيوا للساحل ولا الشمال، يحبوا يعملوا في المناطق دي. اليوم احنا في معركة، لكن احنا معنا ولي، ما معنا حد، احنا في معركة ما معناش قيادات، ما معناش قيادات، معنا ربي. تونيزي تونيزي معك ربي والنبي. مليون الشعب التونسي ما عندوش قيادات سياسية معاه في هذه المعركة، سامحني، على الأقل فكرة جامعة كما قلنا البارح، الفكرة اللي قالها محمد حسن بن هيكل، فكرة إنقاذ الوطن، فكرة الوحدة المقدسة، أن نكونوا فوق الأحزاب. اليوم تخمم تشوف مستشار بتاع سير الجمهورية يجي يدخل يقول رئيس الجمهورية عنده حق باش يتقدم. يا أخي أنت تو مستشار بتاع رئيس الجمهورية ولا رئيس ديوانه، دولك باش تعاود تسوق لإعادة انتخابه. تحكي ساعة دمار عايشين التوانسة، دمار اقتصادي واجتماعي وأمني وخاصة إرهاب فوق من كل. تلاقوا شو عملتوا أنتم في رئاسة الجمهورية تهيت زي عمان من الأول. وهذا عارف اليوم ثم واحد خرجوه هالنهارين كان في رئاسة الجمهورية قال لك خرجوه ما تفقدش على بنوات يصنع حكايات كي هكا تو ملي كان يمدح باش يولي يسب حكايات كيما هكا، يعني باش يوريك اللي ثم إشكاليات. احنا اليوم في معركة، لكن معركة ما عندهاش أدوات. هما أخبار وردتها خلينا نقولوها بأكثر وضوح، جريدة شروق في النسخة الإلكترونية قالت بأنه رئيس الجمهورية المؤقت محمد نصر مرزوقي طرد المستشار الإعلامي بتاعه محمد هنيد، هذا اللي تذكره فرانس 24 كان يشيطن وكان يسب ويعيط وكله، قال بأنه فما مشاكل على كل حال موجودة. بذول استثمانين المستشار داخل قصر الرئيس يدخلوا، هي مش تقع مشاكل اكيد جدا زنفليقه باش تولي مشكله كبيره اكيد جدا. اما احنا نحب نقولوا توا في عوض معناها هذيك ملوك الطوائف في عوض نتلهاو بالصراع
في الحرب هذه اللي خايزها الشعب التونسي، حرب ضروس وحرب خطيرة. والمؤرخون غدوة وصحفيون وكذلك كتاب رواية والتاريخ باش يبينوا أن تونس كانت على شفا حفرة، تونس مهددة معناها بأنها عندنا ملوك طوائف، معناها عندنا مرزوقي ملك وجعفر ملك، معناها شو ملوك طوائف اللي كانوا اللي يستنجد بالخارج على بني جندته، اللي همه الوحيد الترف، اللي همه الوحيد الملذات، اللي همه الوحيد وأنه يحارب جاره ويشوف معناها القشة في عين جاره وما يشوفش المدرية في عينه هو، اللي يستعين بالخارج الملك كيفاش يا أخي. هو وقت يوقف في جانفي 1492 أبو عبد الله اللي يسميه أبو عبديل، وقف هكا في قصر غرناطة وبدأ يبكي، لفتت له أمه وقالت له ابكي كالنساء ملكا مجيدا ملكا عظيما لم تحافظ عليه مثل الرجال. فهمتني؟ هذه القصيدة الكبيرة، قالت له ابكي ابكي كيما الولاية، ملك كبير ما حاولت تحافظ عليه مثل الرجال. حتى اليوم هذه الإشكالية الكبيرة، اليوم في هذه المعركة يلزمنا قيادة، القيادة تتطلب الوحدة المقدسة. يعني وينستون تشرشل ولا شارل دو غول ولا غيره، وقت اللي ألمانيا استعملت فرنسا ودخلوا الباليز وهتلر تصور بحث التلافال، دو غول مشى قال موا جنرال دو غول عمل لابال دي 18 جوان، وجاوا معاه ناس كبار جون مولان ودخلوا مع الحزب الشيوعي ودخلوا معاه. وقت يفو كو لا فرونس رونتر شيزيل، وقت اللي حلوا فرنسا لا فرونس رونتر شيزيل. أما عملوا حرب ضروس كبيرة ودخلوا فيها معناها مئات الآلاف من المقاتلين، ووحدة مقدسة ما حكاوش على اختلافات أطلاقا. وقتها كانوا لونيون ساكري. كيف كيف ستالين وقت اللي هتلر عمل لأوبراسيون باربروسا وحب يدخل حتى الموسكو وحب يضرب، خرج الجنرال بلان، خرج دينيكين وخرج كولتشاك، معناها ناس كيما هذوك على الأقل خرجهم الحبوسات اللي كانوا مربوطين وقت تروسكي ربطهم وقت كان وزير الحربية بعد الثورة الروسية 1917، وهذوك قال لهم لا ميغ باتري لا روسي تون دونجي، بلاد شو اسمه معناها، لأن روسيا معروفة بشخصيات كبيرة كيما بيير لو جران، كما معناها شخصيات تاريخية حتى في القياصرة كانوا يدافعوا على الوطن. ألكسندر نيفسكي ضد الألمان في التاريخ وعمل عليها إيزنشتاين واحد كبير، قاموا هذوك وقاوموا رغم اللي كانوا بعد رجعوا للحبس راهو. اي وقت اللي جا ستالين باش يعطيهم نيشانات قالوا ما قبلوش الشان تاعك انت في روج فوالا ورجعوا للحبس. انت بولشيفيك قالوا لهم مانيش قابلين نرجعوا للحبس، دفعنا على الوطن تاعنا. هذيك القيم الكبيرة اليونيون ساكري يسميها، والزعماء الكبار اللي هما في لحظات تاريخية يعرفوا يلتقيوا فوق الأحزاب وفوق المصالح الضيقة ويوصلوا لمستوى الوطن، كما كان كمال جنبلاط في لبنان وقت دخلت 58 دخلوا انزال أمريكا عملوه وقت كمال شمعون عيط لهم وتخلى لبنان، وظهر إبراهيم خليلات عمل مع جيش المرابطون النصريون وبدا يقاتل، ومن بعد قتلوا معروف سعد ودخل الحرب الأهلية. كمال جنبلاط عمل مؤتمر بوريفاج في بيروت عام 75 ولم الأحزاب الكل قلم لبنان فوق كل اعتبار فوق أحزاب، تم اغتياله كذلك كمال جنبلاط. بورقيبة كيف كيف، يعني ثم لحظات تاريخية يجب تجاوز فيها روح الفتنة الداخلية والتوحد من أجل الدفاع عن راية الوطن. اليوم احنا في حرب ضد الإرهاب، سينيال باهي البارح، لكن نمشيو أكثر من هذا. فعود يتخموا في عادة انتخابك، عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القناة وخفق البنودي، ويعني بو السلطة اللي بعنها تخلي الإنسان ما يعيش الذل ومن بعد يعيش المهانة. والهوية. دافع عيش قاحنا عنا مثل شعبي يقول عيش نهار سردوك خدمة الفجاجة. هي بالحق يقولوه الشعب التونسي لو عنده أمثلة، هي مضحكة لكنها سون فريمون الواقع يعيش. انت شهر معناها تكون ساقك في الركاب وشدد الدمان وتدافع على تونس العظيمة وتلقى روحك في لحظة معينة بحذاك معناها اعتباريا من هنا حنبعل ومن هنا غوتر بربري وتتلفت تلقى الدغباجي وتلقى بشير بن زيرة من هنا وتلقى بورقيبة بن غادي وتلقى حشاد معاك حتى كي تستشهد كي شكري بالعيد. والله انا نتمنى استشهد كما شكري بالعيد، والله العظيم بكل صدق نتمنى استشهاد كشكل بالعيد، هم يهدوا فينا ومانيش خايفين احنا، اما نعمه الاستشهاد تموت كيكه تموت مع الابطال وتدخل معناها لبونتيون دي جران. يقول لك الرب واحد والعمر واحد. والعمر واحد ويقول لك اذا الموت لازم العذاب علاش؟ العذاب بتاع الذل علاش؟ عيش في الأنف وفي الكرامة وفي العزة والدفاع عن الوطن وحب الوطن من الإيمان. تكتبت في جريدة الرائد التونسي من عام 1860، هذيك من أقدم الجرائد الموجودة في العالم، هذيك الرائد التونسي من عام 1860 وقت خدم فيها منصور كارلتي وخدم فيها الجنرال حسين وخدم فيها الشدياق وخدم فيها غيره، التوا هاي كم موجودة حب الوطن من الإيمان. دافع على هذا وكون في مستوى. اليوم الشعب التونسي يحارب في الإرهاب الوهابي الصهيوني وغيره وحده،
ما عندوش قيادة واضحة، ما عندوش مواقف حاسمة، ما عندوش ناس تسبق في المسحة العامة على مصالحهم الضيقة، ليزانتيغي ليكوتري دي بارتي والأطراف الصغار وأشباه الرجال. جوغول ما ضحك على واحد قالوا فينون دانوم كور سلمي كور، هذا راجل قصير قصير جدا، مش قصير معناها في القابلة والقابلة كان قصير مثال والعرفات كان قصير عشان الثاني دائما نوم كور معناها فوالا هو قزم هذا قزام والقزم كي يبدا دون ديليغ إلى روحه بطل كبير يبدا يتقدر ويقول أنا كين كونغ ودون لي بتي فيلاج الاخزام تنجم تروح تشوف روحها كاد ابطال والابطال بتكون كان من ورق لان هي في حاله الهذيان. نطالبوا اليوم كذلك بانه الشعب التونسي يتحد حول فكره جامعه وفكره انقاذ الوطن ومجابهه الارهاب. انها الام العظيمه تونس في خطر، لا توليزي لا ميغ باتري تون دونجي، وبالتالي الوحده المقدسه وتجاوز المصالح الضيقه نتاع الاحزبيوات. الاحزبيوات جوستومون سفيان كيفاش احزبيوات حزب بيمن حزب بيمن على كل حال حديثنا او الاحزب يعات هذه اصدق في هذه احزب يعات اصدق هذه هي ليس هذه طلع له عليها الهاير الجديد نتاعنا. كلمات ناخذوها جوست بعد الاخبار، الكلمه توا باش تكون للفريق الاخبار في موجز 8:30، بعد ذلك اخر اخبار رياضه في كاب سبورتس. اليوم عبد الحليم حافظ يغنينا في يوم في شهر في سنه بعد الاخبار، لكن قبل هذه الكل لو فلاش بورسيي توت سويت على كاب اف ام. نهاركم زين الناس الكل. كاب اف ام الكلمة ليك.